بعمر سنة واحدة. So ladies and gentlemen, we are ready to start with first class. Class 1, Phil is 1 year old. Okay, بانتظار دخول المهرات في أرض الميدان. Let them in. إذن دخلت جميع تلك المهرات في أولى الفئات لهذا اليوم الجمعة المبارك. أعزائي الحضور من خلال هذه البطولة الجميلة، بطولة الرياضية المحلية لجمال الخيل العربية الأصيلة، لدينا أربعة مهرات تتنافس بجمال وأصالة الخيل العربية هنا في سلطنة عمان، وأيضا هنالك تصفيات مهمة في هذه الأمسية لصاحبات المراكز الأولى والثانية والثالثة لنتعرف إلى الأبطال من جميع المشتركين ومشتركات من الأمهار والمهرات الأفراس والأفعل العربية الأصيلة. هذا كله هذا اليوم بإذن الله سوف نكون معكم وإياه من خلال هذه البطولة الجميلة، وهي بطولة الرياضية المحلية لجمال الخيل العربية الأصيلة بهذا التنظيم الرائع والمميز لهذه البطولة المميزة العربية الأصيلة. الشكر والتقدير طبعا للسيدة ضبية بن سامي البوسعيدي مؤسس ورئيس هذه البطولة، لها منا كل التحية والتقدير على جهودها الرائعة لإقامة وإنجاح بطولات الخيل العربية الأصيلة في سلطنة عمان ومكان الأصالة هنا في سلطنة عمان. نتابع وإياكم هذه البطولة، بطولة الرباطية المحلية للخيل العربية الأصيلة. أرجو أن نستمتع وإياكم بالنظر
النظر إلى جمال أصالة قوة تاريخ روعة الخيل العربية الأصيلة هنا في سلطنة عمان. إذن أعزائي في هذه الأثناء نستقبل أولى المهرات في أرض الميدان من خلال الحركة بعد أن شاهدنا جميع المهرات من خلال النظرة الأولية، والآن نشاهد كل مهرة على حدة لنستقبلها في أرض الميدان. أولى المهرات في هذه الأثناء كي فيرست فيلي تو جو. معلش راح نوقف الموسيقى لأذان العصر. معلش إذن تنهي أولى المهرات استعراضها وننتظر المهرة التالية في أرض الميدان. Next video go. طبعا غير موسيقى كما ذكرنا لأذان العصر. هلا والله هلا. Okay, next video please. لدي نتيجة أولى المهارات، المهارة رقم واحد تذكار، وهي من الأب بنت قمة أفرست ومن الأم نور المشاعل، المولد الفاضل سعيد بن مصبح الهنائي والمالك
الفاضل سعيد بن مصطفى الحمائي. سكوربيو نمبر 1 تايب هوية العربية 19 18.5 رقبة يونانيمس 18.5 18.5 جميع السكان بادي الجسم 18 17.5 and 18 legs قوائم 18.5 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
إذن وصلت نتيجة المهرة رقم 3 الخفوق، وهي الأب أيضا خدمة أبرس والأم الصليفة، المولد الفاضل علي بن محمد الطويل، والمالك الفاضل عبد العزيز بن أحمد الفيل أوفيلي نمبر 3 تايب ويا عربية 18.5 17.5 Thank you. That was last feeling this class. Thank you, judges. Thank you, ringmaster. Thank you, DC. شكرا سادة الحكام ومسؤول ميدان، وشكرا موصول لجنة الانضباط. كانت هذه آخر المهرات، وننتظر الآن نتائج المهرة رقم 2، وهي اس ام رجوة. رجوة من الأب اكس فرد، ومن الأم الأميرة الجليلة، المولد والمالك الفاضل سلطان محمد علي الفارسي. طيب 19.5 إذن 90.38 لإس إم رجوة، وتتصدر هذه الجميلة هذه الفئة بهذا المعدل من العلامات. لحظات ونعلن صاحبات المراكز الأولى بعد آخر نتيجة لدينا.
إذن وصلت لي آخر نتائج هذه المهرة، المهرة رقم 4 بشرى اليوبيل، وهي من الأب ديساري والأم نوران الكندي، المولد الفاضل مروان علي خلفان الكندي، والمالك الفاضل عوف بن علي الشيزاوي. سكور فيديو نمبر 4 تايب الهوية العربية 18.5 18 18 18.5. هذا النك رأس الرقبة 18.5 3 times 18. بدي الجسم 18 17.5 17.5 17.5. legs قوائم 15 15 14.5 15. movement الحركة 18.5 18 18.5 18. total score 87.13. إذن 87.13 جمعتها بشرى اليوبيل. لحظات ونعلن النتائج النهائية. بعد إعلان النتائج سوف أتفضل بالتتويج الخيالة السلطانية بعد إعلان النتائج إن شاء الله لهذه الفئة. بدأ الآن النتيجة النهائية لهذه الفئة، فئة المهرات بعمر سنة واحدة. First place المركز الأول فيلي نمبر 2 اس ام رجوة، ألف مبروك المركز الأول للفاضل سلطان محمد علي الفارسي، ألف مبروك المركز الأول. Second place المركز الثاني فيلي نمبر 1 تذكار، إذن ألف مبروك للمهر رقم 1 تذكار، وألف مبروك للمولد والمالك الفاضل سعيد بن صبح الهنائي، ألف مبروك المركز الثاني. Third place المركز الثالث نمبر 3 الخفوق، ألف مبروك للفاضل علي بن محمد الطويل. Fourth place المركز الرابع في نمبر 4 بشرى اليوبيل، ونبارك للمالك الفاضل عوف بن علي الشيزاوي. مبروك لأصحاب المراكز الأربع الأولى، ويتفضل الخيالة السلطانية بتتويج الفائزات في هذه الفئة. So special thank for Royal Cavalry to prize given for these fillies in this class, class 1 fillies 1 year old. كل الشكر للخيالة السلطانية ليتفضل لتتويج الفائزات في هذه الفئة التي استطاعت من خلالها الجميلة اس ام رجوة، وباركنا لمالكها الفاضل سلطان محمد علي الفارسي الأول. المركز الثاني الجميلة الأخرى تذكار، وباركنا للسيد سعيد بن صبح الهنائي، والمركز الثالث كان من نصيب المهرة رقم 3 الخفوق، وباركنا للفاضل عبد العزيز بن أحمد البلوشي، والمركز الرابع مهرة رقم 4 بشرى اليوبيل، وباركنا للفاضل عوف بن علي الشيزاوي. ألف مبروك للجميع الفائزين، كل الشكر والتقدير للخيالة السلطانية لتتويج هذه الفئة.